يحدثني أخ آخر في زماننا في عصرنا ويقسم لي بالله أن جاره الذي كان يسكن في الطابق العلوي كان مدمنا لسماع الأغاني الأجنبية وغير الأجنبية والموسيقى الصاخبة، يقول يعني ذكرت بالله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا فلم يتذكر، لكن الذي يزعجني أنه يصر على أن يرفع صوت جهازه بصورة مقززة مؤذية بدعوى الحرية. أنا حر، وكأن الحرية لا حدود لها. يقول وعدت من عملي في يوم من الأيام فسمعت بكاء وصراخا من النساء ومن الأولاد، قلت ما هذا؟ قالوا فلان بيحتضر. يقول وأسمع الغناء بصوت مرتفع وسط هذا البكاء والصراخ، قال فصعدت، قلت يا إخوة يا ناس أبوكم يحتضر ولا زلتم تصرون على وضع الغناء في هذه اللحظات، ضعوا القرآن. فالمكان الآن تحضره ملائكة الله عز وجل. قال والله عندك حق، لو تكرمت تجيب لنا شريط قرآن، أحضر لنا شريطا من أشرطة القرآن. قال والله يا شيخ نزلت بسرعة أحضرت شريطا للقرآن ووضعته بيدي في الكاسيت. يقول وبعد لحظات وإذ بالرجل في لحظة صحوة بين السكرات والكربات، حين سمع القرآن قال لا 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 أنا مش عاوز أسمع الصوت ده، أنا مش عاوز أسمع القرآن، اتركوا الغناء لأن الغناء هو الذي يسعد قلبي. قال خرجت والله أبكي ولم يتكلم الرجل بكلمات إلا هذه. يا الله، إنما الأعمال بالخواتيم